سمعك هتسأل عنه يا باشا، اتكلم يا ده. مساء الخير الإخوة والأخوات، ننتظر. ننتظر الالتحاق الإخوة والأخوات حتى نبدأ هذه الندوة الافتتاحية. مساء الخير جميعا الأخوة والأخوات الذين التحقوا بنا في هذا البث. في أول ندوة يعني لسلسلة ندوات ينظمها المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات، هذه الندوة كما قلت هي افتتاحية لمجموعة من الندوات، سيشارك فيها مجموعة من الكتاب والمفكرين من المنطقة المغاربية، وسيكون في كل ندوة مداخلة واحدة حتى لا نثقل على يعني جمهور يعني صفحات التواصل الاجتماعي بسلسلة مداخلات. لا أعرف هل تسمعوني، يعني هل هناك صوت أم لا؟ هل هناك صوت؟ هل في صوت؟ نعم، كما قلت هذه الندوة هي ندوة افتتاحية حول قضية الصحراء المغربية وأبعادها المغاربية، ولكن اليوم سنتطرق لموضوع القرقرات، وكما شفت يعني كيف شفتوا من خلال العنوان هي القرقرات مغاربيا، ما قبلها وما بعدها. المبادرة هي الأولى التي تستهدف الجمهور العربي من طرف المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات، حيث كان لنا سابقا على أننا ضمن مجموعة من الأنشطة العلمية كانت تهتم بالقارة الإفريقية وطبعا رهانات الأمن والسلم على مستوى القارة. هذه المبادرة بالنسبة للمعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات هي تنطلق من راهنية يعني وملحاحية النقاش البناء لما نشهده بالخصوص من تراكم كبير يعني لخطابات العنف والكراهية ويعني تنامي عوامل التوتر علاقة بهذا النزاع الإقليمي، وهي أيضا يعني تأتي لتجيب على مجموعة من المغالطات العالقة بهذا الملف. من خلال هذه المداخلة سأقتسم معكم مجموعة من الملاحظات والخلاصات التي تراكمت لدي أنا شخصيا مثلا من اشتغال بحثي أو من خلال تتبع تطورات هذا الملف
ومصاري. فطبعا هذه الندوة الافتتاحية لن تكون منفصلة عن تطورات الملف على الأرض، ولن تكون أيضا يعني فكرية يعني تسكن يعني الصوامع العاجية، لا، هي سيكون فيها يعني نفس أنثروبولوجي، ولكن بمقاربة أيضا بيداغوجية، يعني فيها أيضا البعد، يعني في البعد الترافعي، يعني سنحاول قدر الإمكان وقدر المستطاع في الإسهام في بناء الوعي أو ترجيح أيضا القناعة تجاه المسارات السلمية. غير ما يجب أن نفهمه اليوم أن أي دور، يعني دور، يعني أي إنسان متنور أو إنسان يحسب نفسه مثلا من مجموعة المثقفين، أو يحسب نفسه من النخب، ليس من دوره يعني دغدغة عواطف الناس أو تغذية يعني ما قد أسميه الشعارات الحماسة الجوفاء، لا، ليس دور الباحث أيضا أن يحفر في ما يبرر يعني هلاك الناس أو يدق طبول الحرب كما نشهده للأسف الآن في الفضاء العام، خصوصا في الدوائر المحيطة بجبهة البوليساريو. وفي نفس الوقت لا يجب على النخب أن تصمت، لا يجب عليها أن تبقى صامتة، يجب عليها أن تعين الناس على فهمهم لتعزيز الواقع، يعني أو تعزيز الواقعية في أفهامهم. فمداخلتي ستكون في معظمها على ضوء التقابل بين حقيقتين، وأحسب أن هذا التقابل يعني هو في الحقيقة بين منطقين متناقضين، منطق الدولة ومنطق اللا دولة، منطق ما قد أسميه المواطنة المتصالحة مع هويتها وتنضبط أيضا للمصالح الوطنية، ومنطق اللا مواطنة الذي يعني ينتج تدمير دون أن يكون له مثلا أو ينبعث من انتماء سوي. فأريد أن أحيلكم قبل أن أدخل في صلب الموضوع على مقولة جميلة للمرحوم يوسف السباعي، الكاتب والوزير المصري السابق، يقول بأن الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه. على ضوء هذا التقابل سأتطرق لأربعة مسائل بعجالة، أو لأربعة حقائق يعني على ضوء هذا التقابل بين هذين المنطقين. الحقيقة الأولى هي الحقيقة السياسية، والحقيقة الثانية هي الحقيقة الهوياتية، ثالثة الحقيقة القانونية، وأخيرا الحقيقة التاريخية. بالنسبة لهذه الحقائق الأربع، هي تتقاطع فيما بينها ليزكي بعضها بعضا، ولتعطينا يعني خلاصة عامة سنخلص لها في الأخير. يعني أبتدئ أولا بالحقيقة السياسية ارتباطا بمعبر القرقلات. أقول معبر القرقلات يعني ما وقع فيه على امتداد الأسابيع الأخيرة يعني يطرح أو يعني يشكل انشغال لدى يعني لدى كل المتتبعين للملف من منظور إنسان بسيط. يعني الوقوف في وجه تدفق السلع والأفراد أمر لا يمكن أن يجد له تبريرا لا في العقل ولا المنطق ولا السياسة ولا حتى القانون. من يمكن اليوم أن يقنعنا مثلا بمنطقية خيار قطع طريق أمام مدنيين؟ والموضوع يطرح مجموعة من الأسئلة في ارتباط بالأربعة الحقائق، بالحقائق الأربعة التي أشرت لها، اللي ستشكل محاور هذا الندوة الافتتاحية. لا يمكن اليوم أن تصبح المظلومية أو تقمص دور الضحية يعني تبريرا أو ذريعة لتهديد مصالح الدول وأمنها القومي وأمنها الاجتماعي. وهو ما يبرر اليوم ما شاهدناه من لا من الموقف الأممي ولا من موقف الاتحاد الأوروبي والمجموعة الأوروبية ومجموعة واسعة من القارة الإفريقية، علاقة من بالتدخل المغربي من أجل تحييد هذا التهديد. الكل يشيد بالتدخل لأنه
فعلا أعاد الوضع لسابقه، يعني في خدمة التدفقات المدنية، ولكن أيضا بشكل سلمي يتساوق مع متطلبات القانون الدولي ومبادئه. فما وقع في الجرجرات يعني يفرض أن نوضح اليوم ما سبق الجرجرات وما تلاها. سياسيا، نحن في الحقيقة السياسية، هناك مسار أممي انطلق منذ عقود داخل مجلس الأمن، وهذا المسار الأممي واضح وينعكس من خلال القرارات المتتالية لمجلس الأمن. المسار الأممي يبحث عن حل واقعي سلمي براغماتي ويقوم على التوافق، وهذه مرتكزات لا يمكن أن يتجاوزها الإنسان ويعيد يعني الـ 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 يعني ويريد أن يعيدنا بالعنف أو بخطابات الكراهية لخيارات أقبرت. فللأسف من الجانب المغربي، مثلا الجانب المغربي قدم مثلا مشروع الحكم الذاتي، وهذا مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية طبعا يعني يجيب على المرتكزات أقول التي جاءت في قرارات مجلس الأمن. في جانب جبهة البوليساريو والجزائر مثلا بقوا يعني حبيسي خطابات متقادمة، وبقوا يكررون نفس 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 العبارة، يعني تقرير المصير عبر الاستفتاء، وسأتي بالتفصيل في هذا المبدأ في علاقة بهذا يعني الموقف من بعض المبادئ في القانون الدولي. تقرير المصير عبر الاستفتاء هو خيار كما قلت أقبر، بدليل هذا يعني القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن. فالجبهة اليوم، جبهة البوليساريو وراءها الجزائر، تريد أن تواجه الإرادة الواقعية بنوع من الأنانية السياسية التي تبدو فعلا عابثة بمصالح الشعوب، وهذا هو منطق لا دولة يعني الذي أشرت له في بادئ هذه المداخلة. يعني وكأنهم يريدون أن يفهموننا جميعا يعني أنه زعما يعني شعارهم أنا وبعدي الطوفان، في مقابل منطق الدولة هذا، منطق لا دولة هذا، نجد منطق الدولة التي تجسد في رزانة الموقف المغربي الذي امتد على مدى 3 أسابيع، حتى فشلت كل المساعي التي قادتها الأمم المتحدة والدولة ويعني والشقيقة الموريتانية مشكورة، لم يكن هناك من خيار. فيعني هذا التقابل، ورغم تصاعد خطابات العنف والكراهية وما تشهدونه من يعني حرب الفيك نيوز في فيديوهات من لاس بالماس ومن اليمن، ومن يعني هناك استباحة لكل الوسائل، وأظن بأن يعني استباحة هذه الوسائل هو نتيجة مباشرة لسنوات طويلة من التحريض على الكراهية والشحن الأيديولوجي المعزول عن السياقات يعني الدولية داخل مخيمات تشيندو. في الأسد اليوم يظهر للناس كيف أن جبهة البوليساريو والنظام الجزائري يسيران ضد مجرى التاريخ. هم يطلقون دعوات للحرب في عام مثلا تريد فيه أو يريد فيه الاتحاد الإفريقي إسكات البنادق، يغذون التشرذم في منطقة يحتاج شعوبها، يعني المنطقة المغاربية تطلع شعوبها إلى الاندماج، يحاولون تغليط الرأي العام الدولي وأيضا مناصريهم، ويتناسوا أن المينورسو لا تزال على الأرض، يعني هم أعلنوا سقوط وقف إطلاق النار ولكن الآلية التي ترعى هذا الاتفاق لا تزال على الأرض. من يريد أن يفهم الأبعاد الإقليمية لهذا النزاع يجب أن يستقرئ مواقف النخب الجزائرية، ولا أظنني أحتاج يعني كبير جهد لأدلل على أن النزاع اليوم هو بين الجزائر والمغرب وليس في مواجهة جبهة البوليساريو.
من هذه النخب إذا ابتدأنا ممن كانوا جزءا من دوائر السلطة، مثلا عمار السعيداني، ومرور يعني عبر الكثير من المواقف، إدريس أبركان المفكر الجزائري الشاب، منصف المرزوقي مؤخرا، يعني هذه كلها تراكمات يعني تعفينا من مجهود كبير باش نوصلوا للخلاصة التي يعني تواضع عليها الناس، ويعني وهناك إقرار جمعي عليها. مبدأ تقرير المصير للأسف، وهذه أظن بأنه يخفي تراكمات نفسية في قرار يعني الدولة الجزائرية، وهذا الأمر يجب أن يتم تجاوزه كمدخل للحقيقة الهوياتية. يعني الحقيقة الثانية، أريد أن يعني أعرج على يعني سلوك جبهة البوليساريو وألخصه في أربع تمظهرات أساسية. يعني ما تنتجه جبهة البوليساريو اليوم من سلوكات هو يتلخص كما قلت في أربع تجليات. الأولى هو صناعة عدو وهمي لدى الوعي الجمعي بين مناصريها، وتغذية صورة هذا العدو بتزييف الحقائق. هو عدو لا يوجد فقط في المخيلة تمت صناعته، ويتم تغذيته كل يوم من خلال يعني كل الوسائط، وسائط التحكم في الفكرة الواحدة. أيضا سلوك جبهة البوليساريو ثانيا، يعني ثاني تمظهراته، هو إنتاج خطابات الكراهية، للأسف الكراهية الإثنية والمناطقية. ثالث تمظهرات هو فرض القناعة الواحدة التي تقصي الاختلاف ولا تؤمن بالتعددية. وأيضا رابع وآخر التمظهرات هو ترسيخ فكرة، وهذا أمر هام جدا، يعني ترسيخ فكرة أن التعارض اليوم هو بين الصحراويين والمغرب، وهذا غير صحيح. كأنها تريد مثلا أن تقول أن كل الصحراوي إلى جانبها، هذا أمر مجانب للصواب. أنا أظن بأنه التعارض اليوم هو بين فكرة الانفصال وفكرة الوحدة. يعني أعتذر، كما قلت أنا أظن بأنه التعارض هو كما قلت يعني بين 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 الفكرة الانفصالية وفكرة الوحدة. هم جبهة البوليساريو يعني يرفضون، مثلا قادة جبهة البوليساريو يرفضون مقابلة الصحراويين الوحدويين، وحتى مدونيها ومن يعني روج الفكر الانفصال يرفض مقابلة الصحراويين الوحدويين. أنا شخصيا لدي تجربة، كانت مرة ندوة في معهد الدراسات السياسية في جامعة لشبونة، وكان من المقرر مثل جبهة البوليساريو في أوروبا أن يكون حاضرا، لكنه عندما علم بأن صحراوي يعني يمثل مناصري يعني الوحدة رفض. وعندما جئت هناك سألت رئيس المعهد، قلت له كان يفترض أنه فلان يكون حاضر، قال لي لم يأتي. قلت له لماذا؟ قال لي لأنك أنت هنا، ولكن ليس لأني أنا شخصيا هناك، ولكن لأن هناك صحراويا آخر يتبنى فكرة الوحدة وسيقدم نسخة غير التي يقدمونها للعالم. وهناك تجربة للكثير من الإخوان من الأقاليم الجنوبية، يعني هناك أيضا منتخب، أحد من المنتخبين من جهة الداخل كان يفترض أن يمر على المباشر في قناة فرانس 24 مع ممثل جبهة البوليساريو، ولكن هذا الممثل جبهة البوليساريو رفض في الأخير عندما رأى، يعني فقط لتفهموا بأن هم يريدون أن يرسخوا في أذهان الناس هذا التقاطب، هذا التقابل الخاطئ الذي لا يوجد. فبالنسبة لهم هما الصحراوي هو من يحمل الفكرة الانفصالية، وما دون ذلك بالنسبة لهم فهو خائن. وهذه هي اللحظة التي أظنها يعني تقتل فيها أو يقتل فيها الانتماء الجينالوجي العائلاتي البريء من كل شحنة سياسية، من أجل إحياء يعني الأيديولوجيا، الأيديولوجيا على حساب الجينالوجيا. فأطرح السؤال، يعني كيف الإنسان أن يكون خائنا لفكر لا ينتمي له، أو مشروع انفصالي يعني لا علاقة له به؟ التخوين هو يعني الشعار الكبير لدى جبهة البوليساريو، ولكن كيف يتم تخوين كما قلت الصحراويين الوحدويين في مشروع لم يشك يعني لم يشكلوا جزءا منه يوما؟ انا الصحراويين الذين اعرفهم شخصيا في الاقاليم الجنوبيه وفي مستويات متعدده من الفعل المؤسساتي،
أراهم يعيشون حياة عادية، الأقاليم مثلا عيون بوجدو سمارة ورقليمين طنطان طرفاي وديك المدن الأخرى كامل، أراهم أساتذة، أراهم مهندسين، أساتذة في كليات الطب، أراهم يعني تقلدوا مناصب يعني مثلا وزراء في قطاعات مهيكلة، يعني مروا رؤساء في البرلمان وترأسوا مؤسسات عمومية، وهم اليوم يعني هذ الصحراويين الذين تحاول جبهة البوليسارية أن تقصيهم من المشهد، هذو حسموا في الانتماء، هذو تجاوزوا مدارات الانتماء الضيقة. فالمعركة اليوم أظن بأنها في المسألة الهوياتية، المعركة هي افتكاك الهوية الصحراوية كمنظومة ثقافية بريئة من أي حمولة إيديولوجية. فالحقيقة الهوياتية علاقة بالشقيقة موريتانيا، وقبل أن أفصل في هذا الأمر لا يفوتني أن أحيي الشقيقة موريتانيا شعبا ونخبا وحكومة. الشعب المغربي أظن والشعب الموريتاني تربطهما أواصر قوية، وأنا شخصيا متفائل جدا خصوص الاتصال الذي جرى بالأمس ما بين جلالة الملك وفخامة الرئيس الموريتاني، يظهر بأن هناك تلاحم في الإرادات مؤسساتيا وشعبيا، والحمد لله ليس هناك أي تاريخ، يعني تاريخ العلاقات هو تاريخ نظيف. بخصوص تداعيات إغلاق المعبر اليوم، تداعيات إغلاق المعبر على المنطقة هي تداعيات لا يمكن أن ينكرها أي عاقل. وأظن وهون لابد نركز على المسألة يعني هامة جدا، المعبر هو أبعد من احتياجات السوق الموريتاني المباشرة، يعني هناك فهم اختزالي لمصالح الدول للأسف، وهذا ما س يعني هذا يعني بعيد يعني للأسف ما نراه من ما قد أسميه العقليات التماتية، من تمات يعني من طمات، احتزلوا المعبر في لطمات اللي تمر للسوق الموريتانية. هذه مقاربة اختزالية يعني في نفسها ما في نفسها. لا يمكن اليوم استعمال حجج إثنية من أجل تسريب هذه الأطروحات الاختزالية حول حساسية المعبر بالنسبة للشقيقة موريتانيا، وطبعا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للبلدان الغرب الإفريقي. إغلاق المعبر أضر بعيش الكثير من الناس، أضر بأنشطة اقتصادية كبيرة جدا، وأضر بمصالح الدول كما قلت. بخصوص الشقيقة موريتانيا مثلا في علاقتها يعني فيما رأينا بالاستعمال يعني العابث من طرف جبهة البوليساريو بمشترك ثقافي من أجل تبرير هذا الإغلاق، أنا قرأت الكثير مما كتب من طرف بعض الصحفيين، وكل ما كتب مثلا أقرأ لأحد الكتاب الصحفيين الموريتانيين مثلا الأخ إسماعيل يعقوب شيخ سيديا، وأريد أن فقط كأني أتجاوب يعني مع مجموعة مما يأتي فيما يدون لأوضح مجموعة من الحقائق، من الضرر الذي ألحقه المعبر على الاقتصاد الموريتاني. وطبعا الأثر لم يلحق فقط أو لم يطل فقط شقيقة موريتانيا كما قلت، بل طال المنطقة، وهو تهديد لأمن هذه الدول. الضرر الاقتصادي الأول، يجب أن نعرف بأنه الإغلاق أضر بالعائدات الجمركية الموريتانية في ميناء نواديبو، وهنا يجب أن نقول أن هناك آلاف يعني الآلاف من الحاويات من السلع تدخل من ميناء نواديبو وتمر عبر المعبر نحو الشمال، ولكم تتخيلوا يعني هذه الحاويات التي تدخل ميناء نواديبو ولا تجد طريقها عبر المعبر نحو الشمال، يعني كم الخسائر. المعبر الحدودي مثل معبر القرقرات هو المعبر الوحيد الذي يحقق أكبر عائد جمركي من الشاحنات التي تمر يعني عبر يعني التراب الموريتاني نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء. وهون يظهر لكم الاختزال، يعني في شعارات يعني تبسيطية جدا، أحرثوا أرضكم، هذه سياسات عمومية تنتجها الدول، ولا تتطلب يعني ترافعات من طرف يعني جهات لا علاقة لها بـ 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 بالمحيط الوطني.
فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. الضرر الثالث، ربما الكثير من الإخوان لا يعرفون بأنه في الشقيقة موريتانيا هناك صناعة ناشئة في الأغرو أليمونتير، وهذه الصناعة ترتبط بالبعض فيما تحتاجه من مواد، مثلا مواد التغليف، وأيضا قطع الغيار المرتبطة بالقطع المنجمي، كلها هذه تمر عبر المعبر. الضرر الكبير والحقيقي هو الضرر الرابع، الإغلاق خلق شلل في عملية تصدير الأسماك عبر معبر القرقلت. يجب أن نعرف بأن بواخر الصيد الأوروبية التي تربطها تعاقدات مع الحكومة الموريتانية كانت تفرغ شحناتها في ميناء نواديبو وتنقل الشاحنات، هذه الشحنات، عبر المعبر نحو أوروبا. فبواخر الصيد هذه اضطرت إلى التفريغ في موانئ مغربية مثلاً من الداخل، ولتنقل الشاحنات بعد ذلك هذه الشحنات نحو أوروبا. وهنا الضرر مزدوج، يعني الضرر الأول هو كل الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالتصدير تضررت، يعني كل يعني المئات من الأسر التي تعيش على هذه الأنشطة تضررت. الضرر الثاني وهو ضرر سيادي، وهذا هو يعني صلب المسألة التي يجب أن ننتبه لها. تم تعليق الممارسات السيادية للدولة الموريتانية في مراقبة مثلا حصة الصيد المسموح بها للبواخر. كما قلت، التعاقدات التي تربط الحكومة الموريتانية مع بواخر الصيد الأوروبية، هناك حصة مسموح بها. عندما اضطرت هذه البواخر أن تفرق في موانئ مغربية، هذا الحق السيادي في مراقبة الحصة يعني تم تعليقه حتى تم فتح المعبر نهار 13. وأنا أتفق مع مجموعة من الإخوان، يعني صديقي وأخي عبد الله سيديا ومجموعة أيضا من قادة الرأي والمدونين في موريتانيا، عن حد لا هي يقبض مثلا ذريعة عشائرية عنا واحد وعنا كذا وعنا كذا باش يهدد أمن الشعوب، هذا غير مقبول. مصالح الدول أخوان لا تعترف بالخطابات المتقادمة. الجبهة اليوم حاولت أنها تسوق مغالطة أن كل الصحراويين، أن الصحراويين كلهم معها في هذا الخيار الهدام، وتحاول أن تقنع الإخوة الموريتانيين بذلك، وهذا غير صحيح. الإخوة الموريتانيين يعني يعرفون الصحراويين ويأتون للأقاليم بشكل مستمر، لا العيون ولا السمارة ولا يعني كل المدن، والتجار الموريتانيين هم اليوم بالمئات في هذه المقال الأقاليم. لا يمكن أن يصبح المشترك الثقافي هو السكين الذي تذبح به مصالح الشعوب والدول، لا يمكن. وكأني بأنصار الجبهة يريدون أن يقولون لنا، لأنه يعني نمرقوا منكم الأصبع يا الموريتانيين ويا ثم هذا سكان الأقاليم الجنوبية وتسكتوا ما يتكلم حد. تعرفون بأن الأنشطة التجارية في الأقاليم الجنوبية جزء هام منها يرتبط بالواردات من شقيقة موريتانيا. فهذا عنف اللفظ والتحريض على الكراهية هو عمل يستهدف النخب المؤثرة. ونطرح سؤال اليوم، لماذا مثلا مناصري جبهة البوليساريو يستهدفون النخب الموريتانية والصحراوية الوحدوية ولا يستهدفون النخب الجزائرية مثلا، الذين يعني عندهم مواقف واضحة من دعم الجزائر جبهة البوليساريو بأنه دعمون يخدموا أجندات جيوسياسية ولا علاقة لهم مبادئ القانون الدولي؟ وهم يعني في تغاضيهم عن المواقف المتواترة عن النخب الجزائرية كأنهم لا يريدون في الحقيقة يعني إيقاظ هذاك الرفض الموجود والكامن، جزء منه كامل في المجتمع الجزائري تجاههم. وكما قلت يعني الاستهداف ليس يعني لا يتم استهداف فقط النخب الموريتانية، بل يتم استهداف كل الصحراويين الذين برزوا بآراء وحدوية يعبرون عنها. وهذه بنيات العقل يعني التي لا تؤمن بالتعدد والتي تصدر وتنتج خطابات الكراهية، هي أظنها تشكلت للأسف في أنساق مغلقة، وهذه الأنساق المغلقة لا تنتج إلا الكراهية، كراهية الآخر، لأنها بالأساس غير متصالحة مع التعدد. وهذا يعني نتاج تراكم طويل من الكراهية،
ونرى اليوم تجلياته، يعني هذا الفورة على وسائل التواصل الاجتماعي من تمجيد الحرب. للأسف أن نرى مدونين، أن نرى ناس يقول بأنهم يعني ينتمون للنخب يمجدون الحرب. معركتنا اليوم أظن بأنه تحرير الإرادات والانطلاق نحو البناء. وكما قال الأخ خالد عبد الودود، وهو أحد الدكتور خالد عبد الودود، شاهدت مؤخرا له بث على صفحته وكان بث عميق جدا، موريتانيا ليست دولة فيران حتى يعني يستدعي مناصر جبهة البوليساريو هذاك المشترك الثقافي من أجل تبرير إغلاق المعبر. وإن كان نفترض بأن شقيقة موريتانيا هي دولة فيران، هذا لا يبرر يعني استدعاء العرق من أجل تبرير أفعال يعني تمس بالأمن القومي الموريتاني، موريتانيا الدولة أقول. البوليساريو هم يعرفون جيدا حساسية موريتانيا بالنسبة لهم، وهم في الحقيقة عدلوا مجهود كبير باش يفرصوا أو يفرضوا رواية عوجاء ومهزوزة. وهذا يحيلني مباشرة على الحقيقة الثالثة، ولن أطيل، وهي الحقيقة القانونية. هناك الكثير من المغالطات التي ينشرها من سماهم أيضا الأخ خالد عبد الودود في إحدى تدويناته المثقفين الافتراضيين. مشكلتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي أنها صنعت لنا للأسف نجوم فكر مزيفين، يعني أشباه مثقفين قد يكونون، وهذا يحاولون أن يقنعون متتبعيهم على أن من ما يقولونه هو تحليل مؤسس ونابع من اشتغال معرفي رصين. يجب أن نعرف بأن الذاكرة الفيسبوكية هي ذاكرة قصيرة جدا، وذاكرة تراكم العنف وتراكم العدمية وتراكم التسطيح للأسف. وأحيلكم مرة أخرى على ما قاله الأخ، يعني المرحوم يوسف السباعي، الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه. من كثرة ما يروج الإنسان فكرة باطلة يصدقها ولا يقبل مخالفا لها في محيطه، وهذا يسري على قيادة الجبهة التي صنمت للأسف بعض الأفكار وبقيت تعبد تلك الأفكار كمعرفة جامدة. مثلا ممثل جبهة البوليساريو ببشراي البشير الممثلة في أوروبا ينشر مغالطات كثيرة وبوثوقية غريبة جدا، وهذا يعني خلق فهم معطوب لديهم للقانون الدولي. لو أنهم يقومون بمجهود بسيط لمحاولة فهم مبادئ القانون الدولي، الإنسان رغم أنه غير متخصص يمكن أن يقرأ ويفهم، وهذه فرصة يعني لرفع مجموعة من الأفهام في الحقيقة القانونية. مبدأ تقرير المصير هو أحد مبادئ القانون الدولي العرفي، ومصادر القانون الدولي العرفي هي من ممارسات الدول للإشارة، هو ليس تشريعا مكتبيا يعني تواضع عليه المشرعون في اشتغال علمي، لا، هو ينبع من ممارسات الدول التي تتراكم، وهو متطور عبر الزمن وغير جامد، وهذه مسألة هامة يجب أن نستحضرها في فهمنا من مبدأ تقرير المصير. تطبيقات مبدأ تقرير المصير لم تكن يعني واحدة، كان تطبيقات عديدة، وليس هناك أي مرجع في القانون الدولي، ليس هناك أي مرجع، أي نص من القانون الدولي يقول بأن مبدأ تقرير المصير يمر عبر الاستفتاء بالضرورة، لأن مبدأ تقرير المصير هو مبدأ هلامي، عنده indeterminate nature، طبيعة غير محددة. وأحد تجليات مبدأ تقرير المصير هي الإرادة الحرة. الإرادة الحرة هي عمق مبدأ تقرير المصير. طيب هذه الإرادة الحرة شن هي التجليات ديالها؟ أولها الممارسة الديمقراطية في اختيار التمثيلية، وثانيا الإرادة الحرة تتجلى في وجود مجتمع مدني يخلق قنوات لإطلاق مبادرات تتصالح مع التعددية وتؤمن بالاختلاف وتضمن حرية التعبير. وهنا نطرح التقابل بين منطق يعني بين منطق الدولة ومنطق اللا دولة في مخيمات تندو فيها غيب المجتمع المدني، لا وجود للمجتمع، حتى النصوص مؤسسة جبهة البوليساريو لا تعترف بشيء اسمه المجتمع المدني. فما قلت مبدأ تقرير المصير يعني مصدره
ممارسات الدول والقانون الدولي العرفي بأشمله هو مصدره ممارسات الدول، وهذا ما تخاف منه جبهة البوليساريو. وأعطيكم مثالا في هذا الباب، فتح القنصليات. يعني الآن وصلنا ل 16 دولة و 17 دولة بالإعلان ملك دولة الأردن، يعني المملكة الأردنية، لأنه هناك نية بفتح يعني قنصلية جديدة. 17 قنصلية بالأقاليم الجنوبية، هي منبعث قلق، لأنه هذا الاعتراف المتوالي بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على ترابه يعطيه حجية قانونية، لأن هذه ممارسات دول، يعطي حجية قانونية أيضا للسيادة المغربية على الأراضي كما قلت. ومن مقومات السيادة التي يسكت عنها أو تسكت عنها جبهة البوليساريو هي بسط الولاية القضائية، والمغرب يبسط ولايته القضائية على كل على على على, على كل تراب، يعني تراب الصحراء. في القانون الدولي العرفي هناك أيضا ما يسمى بالأثر التراكمي، the cumulative impact، يعني الامباكت كيوملاتيف. وهذا الأثر التراكمي يعني يتجسد من خلال مثلا صدور قرارات أممية مثلا بنفس المحتوى، ويتم إقرارها بتصويت أغلبية على امتداد زمني معين. يعني إذا صدرت مجموعة من القرارات بمحتوى واحد يتم تصويت عليها من طرف أعضاء مثلا مجلس الأمن بأغلبيته، هذه القرارات تصبح لها حجية قانونية، ومن هنا ينبع إقبال خيار الاستفتاء، لأن حجية التواتر في قرارات مجلس الأمن أصبحت لها يعني سلطة قانونية. الحقيقة القانونية الثانية التي يجب أن تنتبه علاقة بجبهة البوليساريو طبيعتها، وبعض الناس يخلطون بين جبهة البوليساريو والجمهورية التي لا توجد فعليا وقانونيا، لا توجد. جبهة البوليساريو هي كيان من منظور يعني من منظور قانون دولي، هي كيان لا دولتي مسلح، ان جروب نو ايتاتيك، ان جروب ارمي نو ايتاتيك. وهنا اشير بانه هناك تفويض غير قانوني للسلطات من طرف الدوله الجزائريه لجبهه البوليساريو، التي هي كيان غير دولتي وليست لديه ليس لديه الحق ان يقيم ولايه قضائيه داخل مخيمات تيتو. وهذا كان موضوع توصية موجهة من طرف الأمم المتحدة لدولة الجزائر، وتواترت بعد ذلك من خلال مجموعة من المقررات الأممية. يعني وأطرت أيضا مواقف مجموعة من الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان، وصولا للفريق العامل المختص المعني بالاختفاء القسري والمعني بالاحتجاز التعسفي. هذا التفويض لا ديفوليسيون دي بوفوار، هذا التفويض هو غير قانوني، ولكن يشكل غطاء لمجموعة من الانتهاكات داخل مخيمات تندوف، وفي نفس الوقت تتحجج به جبهة البوليساريو لتقدم رواية غير صحيحة أو طرحا غير صحيح بوجود دولة لا توجد من منظور قانون الدول. أيضا مخيمات تندوف منظور الآن هي ليست مخيمات لاجئين، ببساطة لأن كل ساكنة مخيمات تندوف لا يمتلكون بطاقة اللاجئ، وبطاقة اللاجئ هي المنطلق الأول لضمان الحقوق الأساسية، من الحق في التنقل، الحق في يعني ممارسة الحريات المدنية والسياسية. مخيمات تندوف ضد القانون الدولي تحتضن مراكز احتجاز سرية وغير خاضعة للرقابة القضائية للبلد المضيف. وعسكرت أيضا مخيمات تندوف، هي أيضا جريمة من منظور القانون الدولي. ساكنة مخيمات تندوف كما قلت لم يتم إحصاؤهم، ليس لديهم بطاقة لاجئ، يعيشون في وضع حقوقي يعني هش جدا. ومن اليوم يمكن أن نقول بأنه هذه المخيمات تخلق منطقة لا قانون. من اليوم مثلا يمكن أن يقول لنا مثلا من يوجد في المخيم، أو كم يوجد من الأشخاص؟ من يمكن اليوم أن يقول لنا كيف اختارت ساكنة مخيمات تندوف القيادة التي تمثلها؟ قانونيا هناك الكثير من المسكوت عنه، وهذا ما يدفعنا للتساؤل اليوم، من أعطى البوليساريو الحق حتى تتحدث باسم صحراوي المخيمات؟ وهنا أعود بكم المبدأ الإرادة الحرة، الذي هو عمق
يعني عمق مبدأ تقرير المصير في ارتباطه بسؤال تمثيل التمثيلية. حرية الإرادة مثلا على ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية التي قالت بشكل وضوح واضح بأن جبهة البوليساريو ليست لها الصفة بأن تنازع أي اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. lack of standing يعني هنا انتفت عنها الصف التمثيلية، لأن هذه التمثيلية ليست نابعة من إرادة حرة لدى ساكنة مخيمات تيندوف. وطبعا أطلقت مفوضية الاتحاد الأوروبي مجموعة من التشاورات مع ساكنة الأقاليم الجنوبية ومع المنتخبين الذين أفرزتهم عملية ديمقراطية من خلال انتخابات شهدت تقرير السيد الأمين العام سنة 2016 بنزاهتها، دائما على ضوء التقابل بين وجود الإرادة الحرة من خلال منتخبين، من خلال مجتمع مدني يضمن ممارسة الحريات، وغياب الإرادة الحرة في جانب جبهة البوليساريو داخل المخيمات. وهذا كله كما قلت لديه حج يعني حجية قانونية كبرى، ويظهر يعني من خلال هذا التقابل يعني التمايز ما بين المنطقين. ختاما الحقيقة التاريخية، أريد أن أتكلم في الحقيقة التاريخية عن اللا دولة وفكرة التأسيس المعطوبة، فكرة تأسيس جبهة البوليساريو المعطوبة. وأنا في الحقيقة كنت كتبت مقال لم يكتب له يعني النشر، مقال علمي حول يعني بنية اللا دولة، حاولت أن أقرأ به خطاب الأطور من خلال استعمال أدوات التحليل التي أتى بها بير كلاستر. أظن بأن لحظة بروز مشروع الانفصال هي لحظة اصطدمت بالمشروعيات التقليدية وسعت إلى وأد هذه المشروعيات التقليدية. ويجب أن ننتبه بأن المشروعيات التقليدية هي خاضعة لفعل التاريخ، ولكن الاصطدام بها من أجل فرض قطيعة لا تجد لها امتداداتها الأفقية سيخلق ردود فعل عنيفة. هذه المشروعيات المحلية مثلا الجماعة هي ارتبطت بشكل الدولة القائم مركزيا، وهو يعني مؤسسة السلطان عبر تعاقد البيعة ارتبطت بها منذ عقود، غير أن جبهة البوليساريو حاولت أن تقرصن هذه المشروعية التقليدية محليا بنظرة قد أسميها نظرة الحاقية، لتعدم هذه المشروعية بعد ذلك. وقصص وشهادات شيوخ يعني الشيوخ الصحراويين، واليوم الشيوخ تحديد الهوية يعني تزيل الغبار عن الكثير مما حاولت أن تقبره أو أن يعني تكبته جبهة البوليساريو من الحقائق التاريخية. هذا الاصطدام كما قلت بالمشروعية التاريخية خلق وعيا قبليا عنيفا داخل هياكل جبهة البوليساريو. أريد أن أميز هون بين القبيلة كبنية للتدبير نمط الإنتاج الاجتماعية، وهي بنية بريئة القبيلة، ولكن والقبلية كنزعة، القبلية كنزعة للرفض، القبلية كإنتاج للسلوك، السلوك يعني السلوك العنيف بعض الأحيان. فالقبيلة كبنية كما قلت هي فقط لتنظيم العلاقات الاجتماعية، وهي أيضا خاضعة لفعل التاريخ، غير أن القبلية كنزعة هناك ما يغذيها. من بين الخلاصات التي وصلت لها شخصيا من خلال ملاحظات متواضعة هو أن هناك يعني أن القبلية كنزعة غذت النزاع، وأن النزاع غذى القبلية. يعني هناك ما قد نسميه mutual nurturing، التغذية المتبادلة، النزاع يغذي القبلية والقبلية تغذي النزاع داخل مخيمات تندوف. وأنا استمعت كما قلت مؤخرا مجموعة من شهادات بعض شيوخ القبائل حول ما وقع سنوات السبعينات وحول الالتفاف على مشروعيتهم وقرصنة الحقيقة التاريخية واستعمالها كأداة من أجل تبرير تخوين المراجعات. والمراجعات مسألة يعني هامة جدا يجب أن ننتبه لها، ونحن نحاول أن نناقش الحقيقة التاريخية. محمد لمين أحمد وهو أحد قادة جبهة البوليساريو خرج قبل أشهر بلغة تخوينية مجموعة من قيادات جبهة البوليساريو السابقين الذين عادوا إلى المغرب وانخرطوا في مسارات البناء والتحقوا بخيار الوحدة كما قلت. هذا خطاب التخوين الذي قاده محمد لمين أحمد من خلال الترويج لنسخة غير صحيحة للتاريخ.
ومن أجل تغذية نظرية المؤامرة. أنا أظن بأنه من الواجب علينا أن نحمي الحق في معرفة الحقيقة، يعني حقوق الناس معرفة الحقيقة يجب أن تتم حمايتها. والحقيقة نوعان، هناك الحقيقة التاريخية حول يعني مرتبطة بخلق مشروع انفصالي لا يلتقي مع إرادة الناس، والحقيقة التاريخية حول الانتهاكات. مسؤوليتنا اليوم كنخب أن نقول الحقيقة كاملة. وأنا لدي شخصيا صديق أديب موريتاني وروائي معروف، لن أذكر اسمه لأنني لم أخذ منه الإذن لأذكره، كان يشتغل على كتاب زار مخيمات تندوف، ويعني تأثر بفكر يعني بفكر جبهة البوليساريو وانبهر به، غير أنه تصادف أنه كان لدينا صديق مشترك، وقال له بأنه لا يمكن أن تكتب كتاب حول فكر جبهة البوليساريو وحده، لأن هناك الصحراويين، كما قلت هناك صحراويين يؤمنون بالوحدة ولا يؤمنون بالانفصال. وفعلا ربط معي الاتصال وتواصلنا على مدى 7. هذا اللي كان اللي شارك كان سنة 2017، وهذا الأخ كما قلت هو روائي وأديب موريتاني. تواصلنا على امتداد أسابيع، ونشرت كله وأرسلت له كل ما كتبت. فبعد أسابيع يعني تواصلنا أيضا، وقال لي بأنه يعني هو حمد مولانا على أنه لم ينزلق نحو يعني ترويج الفكرة الواحدة. وبعد ذلك عندما اشتغل على نسخة الكتاب التي تضم الرأيين قدمه لجبهة البوليساريو حتى تطبعه، رفضت جبهة البوليساريو أن تطبع هذا الكتاب لأنها لا تريد صوتا آخر غير صوتها داخل ذلك الكتاب. لكي تعرفوا، لكي تفهموا يعني كيف أن جبهة البوليساريو تروج فقط الفكرة الواحدة التي يعني تذكرنا بالأنظمة الشيوعية والمنظمات الشيوعية. فأظن أن هناك من يريد اليوم إسكات صوت النخب المؤمنة بالوحدة، ولكن أيضا صوت الضحايا، ضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طرأت أو وقعت أو تم ارتكابها من طرف قيادة جبهة البوليساريو داخل مراكز سرية مختلفة، منهم سجن الرشيد. جزء من كبير من ساكنة المخيمات تندوف يعرفون هذه الحقائق، وشريحة واسعة من الإخوة الموريتانيين يعرفون هذه الحق، وأنا لدي أصدقاء كثر يعني كانوا ضحايا لهذه الانتهاكات. ولكن للأسف لأن فضاءات الحرية مخنوقة داخل مخيمات تندوف، يعني توثيق هذه الحقائق لا يزال متعثرا مع مبادرات طبعا لا زالت يعني محتشمة، لأنه هناك يعني حقائق مريعة لا تزال طي الكتمان. فإقبار أو كبت الحقيقة التاريخية هو شكل من أشكال يعني التحكم في مسارات استقاء المعلومة لدى مناصري جبهة البوليساريو، وهو تحكم أيضا في قنوات بناء الوعي لدى هؤلاء. لا من يوجدون في المخيمات تندوف جزء كبير منهم يعني يؤمنون بالفكرة الواحدة، لأن هذه الفكرة الواحدة هي التي يعرفون وفرضت عليهم. ومن هنا يعني يأتي تصميم الأفكار وتجريم المراجعات، كما قلت آلاف الصحراويين عادوا للمغرب، وآلاف المراجعات في اتجاه الوحدة كما قلت، وصفر مراجعة في اتجاه الانفصال. كيف يتم تخوين هؤلاء؟ لماذا يتم تخوين هؤلاء؟ البوليساريو اليوم تخنقها الحقيقة التاريخية، كما قلت حقيقة الانتهاكات وحقيقة النشأة غير الشرعية، رغم أن هناك أيضا صمت مفروض كما قلت داخل المخيمات. البوليساريو لا تريد بروز مراجعات، ولكن أيضا نحن لا نريد مراجعات صامتة. كل مراجعة يجب أن تتحدث، يعني يجب أن تحترم حق الناس في معرفة الحقيقة التاريخية، وهو هذا في الحقيقة ما شاهدنا على امتداد الأسابيع الأخيرة. الآن خلاصة، هناك مثل حساني يقول على أنه اللي صار تركيزه ما يكرسه، ومجازا هو من ابتلع ركيزة الخيمة لا يمكن أن يجلس يعني جلسة عادية. هذا المثل أنا أستعمله هنا فقط لأدلل على مسألة مهمة، وراه لا يمكن اليوم أن نشرعنا فعل مارق، يعني لا يمكن أن نشرعنا أي فعل مارق على القانون أو منتهك للحقوق، وندعي في نفس الوقت أننا نحمي الحقوق. لا يمكن، لا
لا يمكن أن يدعي أحد أنه ممثل مجموعة بشرية، وهو أول من يجهز على حقوق هذه المجموعة البشرية. من المبادئ الأساسية في حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان تؤخذ كاملة، ولا يمكن أن يكون هذا كيف قرأت ضد التحي كما يقول، يعني هذه نعرفها وهذه ما نعرفها، من باب ضمان الحق. في الحقيقة كيف لمن يدعون أنهم مدافعين عن حقوق الإنسان ويناصرون جبهة البوليساريو التي ثبت تورطها أو في هذه الانتهاكات كلها؟ كيف لهؤلاء الذين يقولون أنهم مدافعين عن حقوق الإنسان أن يصمتوا عن حرق شباب صحراويين من المخيم داخل حفر في الغرب الجزائري؟ كيف لهم أن يصمتوا عن قتل المئات من الموريتانيين والصحراويين المغاربة داخل حفر الرشيد؟ كيف لهم أن يبجلوا قيادات كما قلت تلطخت أيديها بدماء بني جلدتها وتعود لتقول بهتانا أنها تمثل ممثلا شرعيا وواحدا؟ يجب أن ندرك اليوم أن الأزمة هي فيما نراه، نرى من فازوا افتراء بجوائز السلام وهم اليوم يدقون طبول الحرب، وهذا تناقض صارخ. نرى أناس يقدمون أنفسهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وهم أدوات في يد من ينتهك هذه الحقوق. نرى أناس يقدمون أنفسهم كمثقفين وهم ينشرون التجهيل. يجب أن نعرف بأن الحرب التي تدق جبهة البوليساريو طبولها هي خيار الكل فيه خاسر، والسلم هو خيار الكل فيه رابح. للأسف من عوامل التوتر اليوم هي فكرة الانقسام التي اقتحمت الفضاء العام، وهذا التشرذم والعنف الرمزي وانهيار الأخلاق الذي بات من مخلفات هذا النزاع الإقليمي في دوائر جبهة البوليساريو ومن يناصرها. الخطر، كل الخطر اليوم في أولئك الذين يدقون طوب الحرب كما قلت بلبس حقوقي، وهذان أمران لا يمكن أن يستقيمان في شوف أي إنسان سوي. يجب أن ندعم أو نغذي قيم السلام، ويجب أن نضع نهاية لصمت النخب. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نورث لأبنائنا يعني جينات الجحود وإنكار الحقيقة، ولأن الإيمان بالوحدة يعني تنتفي معه خطابات الكراهية، ويضع نهاية هذه الخنادق العنف التي تقيمها جبهة البوليساريو في المنطقة. اليوم القرقرات أعتبرها لحظة مفصلية، إما أن نربح جميعا كمغاربيين أو نخسر جميعا لا قدر الله. هي لحظة يعني حان معها الترافع الجمعي عن قضايانا كمغاربيين، وهذا ما أخذناه داخل المعهد الإفريقي لبناء السلم وتحويل النزاعات كمبادرة، لأن ستكون معنا هناك أصوات مغاربية في القادم من الندوات. للأسف يعني تعنيف المختلفين هو عمل منظم يجب أن نقف له، وهو يهدف إلى ترهيب أصحاب القناعات الراسخة، وهذا ما يفسر تقاعس النخب على الفضاء العمومي، حتى أصبحت تتصاعد أصوات تريد للأسف إعادتنا لأزمنة غزة وقانون الغاب. لا يمكن أن نقبل باستمرار الجبهة في خلق عدو مصطنع من أجل تبرير استبداد بمصائر الناس. ومرة أخرى كما قال يوسف السباعي: الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات الذين التحقوا بنا في هذه الندوة التي كما قلت هي ندوة افتتاحية لسلسلة ندوات. إن شاء الله ترقبوا على صفحات المعهد في القادم من الأيام، ونتمنى إن شاء الله أنه هذه المبادرة تتعزز بمبادرات أخرى قادمة. تحياتي لكم وشكرا جزيلا.